مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتعلم من خلاله كيفية خلق الإيفنت الخاص بنا وإرسال معلومات في هذا الإيفنت، وكذلك استقبال المعلومات من هذا الإيفنت. للقيام بذلك سنبني هذا المثال على ما كتبناه سابقا، حيث سنستغل المعلومات المرسلة من محاور الجويستيك وتحميل مكتبة الإيفنت var new event emitter on axis، أي عندما ترسل المحاور معلومات على شكل أوبجي فإننا نقوم بالإيفنت emit joystick event json stringify داتا. هنا نستطيع استقبال هذا الايفنت الذي خلقناه للتو ب on joystick event function data، وطبع هذا الايفنت مؤقتا. كما تلاحظون عند تحريك المحاور فإننا نقوم بإرسال المعلومات في الإيفنت الخاص بنا، وهنا نستقبل هذه المعلومات ونطبعها. كما تلاحظون فهو يشتغل. نستطيع استغلال هذا الشيء لتوزيع المعطيات مثلا على خادمين مختلفين، ال HTTP و TCP. var HTTP require HTTP، var net require net. نبدأ بخادم ال HTTP var HTTP server HTTP create server request و response الخاصة به، ونقوم بوضع هذا الكود الصغير بداخل منطق خادم ال HTTP هكذا، وتغيير الكونسول لوج بالريسبونس والرايت HTTP و الادرس. لا يجب فتح بروتوكول TCP و HTTP على نفس البور، لأن كلا الخادمين لدينا سنكتبهما فهما مبنيان على TCP. function socket ونفس الكلام، إلا أننا هنا نرسل الجيسون فلا داعي لإعادة تحويل الجيسون لأننا قمنا بتحويله سابقا. هنا نستبدل response ب socket، فالresponse الخاصة بال HTTP والsocket الخاصة بال TCP فتقريبا من نفس النوع، هي أن نفس الميثود فهي معرفة على خادم ال HTTP وخادم TCP، فالكتابة فهي نفسها. ما يختلف بين TCP وال HTTP فهو الهيدر، حيث أن TCP لا يرسل أي شيء في الهيدر، بينما ال HTTP فهو بروتوكول نصي يرسل الهيدر الخاص به. نستطيع القيام بكوبي كولي أيضا لهذا الكود الصغير وتغيير البور كما شرحت. تغيير البور هنا TCP و console.log HTTP localhost
نستبدل فقط ال HTTP بال TCP. مراجعة لما قمنا به، قمنا بتحميل موديل خاص بالجويستيك وموديل خاص بالإيفنت لخلق الإيفنت الخاص بنا. عند استقبال معلومات من المحاور نقوم بإرسال هذه المعلومات في الإيفنت الخاص بنا، ونقوم بخلق سيرفرين، الأول من نوع HTTP والثاني TCP. في داخل منطقة هذين السيرفرين نستقبل المعلومات المرسلة من الإيفنت إيميتر، ونكتبها هنا في الريسبونس الخاصة بال HTTP من دون الإغلاق، وهنا في السوكت الخاصة بال TCP، ومن ثم فتح بورين 88 و 8081 هنا. كما تلاحظون، فعند تحريك المحور فإن كيرل يستقبل المعلومات، فكيرل يستقبل المعلومات الآتية من المحاور عن طريق بروتوكول HTTP. وإذا قمنا بفتح بروتوكول TCP باستخدام نتكات فهو أيضا يستقبل المعلومات. كما تلاحظون فالTCP فهو أسرع من HTTP، لأن HTTP فهو بروتوكول نصي ويضيف الهيدر، أي أن في HTTP هناك العديد كمية أكبر من المعلومات مرسلة، بينما TCP نرسل فقط المعلومات التي نحتاجها. فهذا المثال فهو قاعدة لا بأس بها لبناء برامج متعددة البروتوكولات، أي تقوم بتحويل المعطيات بين بروتوكولين أو أكثر. فالكل يستقبل المعلومات سواء TCP أو HTTP. تستطيعون تغيير مصدر المعلومات الذي هو الجويستيك بمثلا محرار إلكتروني أو جيروسكوب أو أكسيلوغومتر أو شيء آخر. فالهدف من هذا الدرس هو قراءة المعلومات من أحد المصادر وتوزيعها على بروتوكولين مختلفين تماما، حيث إذا كان الكلاينت يناسب استخدام TCP سيستعمل TCP، وإذا كان الكلاينت براوزر أو موبايل فالHTTP هو الأنسب. وشكرا، وكان هذا هو الهدف من هذا الدرس.